السلام عليكم ورحمة الله، معاكم أحمد من موبيزل. النهاردة هنعمل مراجعة لموبايل انفينكس نوت 5، الموبايل اللي عليه ضجة كبيرة جدا في السوق المصري. هنتكلم دلوقتي عن تصميم الموبايل. الموبايل بيجي بوزن متوسط 173 جرام تقريبا. الموبايل ظهره من البلاستيك وعليه طلاء لامع زي موبايل اوبو اف 7، بيدي انعكاسات لما تيجي تلف الموبايل تحت الضوء. الموبايل بيجي بلونين، يا اما ازرق يا اما اسود. سمك الموبايل 8 ملم. الظهر بتاعه فيه انحناءات بسيطه من عند الاطراف، وحواف الموبايل كلها دائريه. من الامام فيه شاشه 6 بوصه، الابعاد بتاعتها 18-9. فوق على اليمين في الفلاش بتاع الكاميرا الأمامية، في النص في سماعة المكالمات، على الشمال في الكاميرا الأمامية اللي هي بجودة 16 ميجا بكسل، جنبها مستشعر الضوء اللي بيظبط إضاءة الموبايل، وعلى الشمال خالص في الليد نوتيفيكيشن. أعلى الموبايل مفيش أي حاجة. من الأسفل على اليمين في سوكت السماعات 3.5 ملي، ثم الميكروفون، في النص في مدخل المايكرو يو اس بي فيرجن 2، وعلى الشمال خالص في السماعات، وهي سماعة واحدة بس للموبايل. يمين الموبايل الاعلى مدخل شرائح الاتصال وكارت الميموري في درج واحد طويل كده شويه، تحتهم في زراير الصوت، تحتهم في زرار التشغيل بتاع الموبايل. على الشمال مفيش اي حاجه خالص. اما بالنسبه لظهر الموبايل فوق خالص على الشمال، الكاميرا الفرديه اللي 12 ميجا بكسل، جنبها الفلاش، والكاميرا بارزه حاجه بسيطه عن ظهر الموبايل، ودي بيحلها الكفر اللي بيجي مع الموبايل. تحتهم في البصمه، تحتها في لوجو انفينكس، وتحت خالص في لوجو اندرويد 1 لان الموبايل بيجي باندرويد خام من جوجل. واخر حاجة ان الموبايل ظهره بيبصم بسرعة جدا وبيبان عليه، بس طبعا المشكلة دي بتتحل ان انت بتركب الجراب اللي جاي مع الموبايل. شاشة الموبايل بتيجي من نوع IPS LCD زي معظم الموبايلات اللي في الفئة السعرية دي. حجم الشاشة 6 بوصة بالابعاد الجديدة 18-9. الشاشة بتستحوذ تقريبا على 79% من جسم الموبايل. اطراف الشاشة قليلة ومقبولة على الفئة السعرية دي. الشاشة معلهاش حماية، بس بيجي مع العلبة سكرين بروتكتور. أطراف الشاشة من على اليمين والشمال فيها انحناء بسيط بتقنية 2.5D. بالنسبة لدرجة السطوع تحت الشمس فهي مقبولة وكويسة بالنسبة للشاشات الـ IPS، ودرجة الألوان في تشغيل الفيديوهات كويسة ومشوفناش منها أي مشاكل. طبعا أهم ميزة في الشاشة بتاعت انفينكس نوت 5 إنها بجودة Full HD Plus، اللي النقطة اللي بيتفوق فيها الموبايل على شاومي S2 اللي بيجي بجودة HD+. اما بالنسبة لصوت الموبايل فالصوت عالي وكويس على ان هو سماعة واحدة بس مونو، بس المشكلة لما تيجي تعلي الصوت على الاخر خالص جودة الصوت بتقل حاجة بسيطة. وفي مشكلة تانية بسيطة، وهي ان سماعة الموبايل تحت على الشمال، فلما تيجي تمسك الموبايل عشان تلعب بيه جيمز ممكن الصوت يتكتم معاك شوية. هنتكلم دلوقتي عن الاداء بتاع الموبايل، النقطة اللي عليها خلاف كبير. انفينكس كانت معودانا زمان انها بتستخدم معالجات ميديا تك القديمة، المعالجات اللي كانت دايما الناس بتشتكي ان الموبايل بيسخن، بيستهلك بطارية كتير، بيهنج الموبايل، بيجيب بوردة. بس دلوقتي انفينكس في الفترة الاخيرة استخدمت معالجات من كوالكوم سناب دراجون في الموبايلات الاخيرة اللي نزلتها، ان هو انفينكس هوت S3 وانفينكس هوت 6 برو. بس في الموبايل ده فضلت انفينكس انها تستخدم معالج ميديا تك اللي هو الهيليو B23. المعالج ده هو المعالج الموجود في موبايل اوبو F5، الموبايل اللي اثبت جدارته في السوق المصري. المعالج ده بيجي بمعمارية 16 نانو، بيجي بتردد 2 جيجا هرتز ثماني النواة. المعالج ده تقريبا اقل حاجة بسيطة من اداء معالج سناب دراجون 625 الموجود في شاومي S2. المعالج الرسومي بتاع الموبايل بيجي مالي G71. الموبايل حقق على انتوتو 84,000 نقطة. جربنا نشغل عليه لعبة اسفلت 8 زي ما انتوا شايفين، الاداء ممتاز، الموبايل بيسخن حاجة بسيطة، استهلاك البطارية كويس جدا. جربنا نلعب عليه لعبة سريعة زي سابوي، مفيش اي مشكلة زي ما انتوا شايفين. بالنسبة للمالتي تاسكينج، استخدام اكتر من برنامج في نفس الوقت، مفيش اي مشكلة، والتنقل ما بين البرامج بيحصل بكل سلاسة وسهولة. الموبايل بيجي بنسخة واحدة بس 32 جيجا تقريبا، النظام استخدم منهم 10 جيجا مع 3 جيجا رام. بالنسبة للنسخة البرو ال 64 وال 4 جيجا لسه ما تحددش سعرها ولا معاد نزولها. هنتكلم دلوقتي عن الكاميرا الامامية بتاعت الموبايل. الموبايل بيجي بكاميرا امامية 16 ميجا بكسل، فتحة العدسة بتاعتها
F2.0. الموبايل بيجي مع فلاش للكاميرا الأمامية. الكاميرا الأمامية بتدعم انها تصور تصوير نورمال عادي من غير اي تجميل او اي حاجة، او وضع البيوتي مود، او وضع البوكيه او العزل. جربنا الموبايل في كل الاوضاع، الكاميرا الأمامية مميزة جدا جدا، العزل بتاعها حلو بالنسبة للفئة السعرية. مش هنقول ان العزل ممتاز، يعني ممكن تلاقي الودن فيها حاجة بسيطة، الشعر فيه حاجة بسيطة، بس مقبول جدا بالنسبة للفئة السعرية بتاعة الموبايل. التفاصيل واضحة جدا في النورمال مود بتاع الموبايل. البيوتي مود مقبول وبيشيل التجاعيد والحبوب من الوش. الكاميرا ممتازة في ضوء النهار والإضاءة الداخلية العالية، وبمساعدة الفلاش هتلاقي الصورة حلوة حتى في الإضاءة الضعيفة. بالنسبة للكاميرا الخلفية فهي 12 ميجا بكسل مع فلاش وفتحة عدسة F2.0. استغربنا ان انفينكس ما استخدمتش كاميرا خلفية مزدوجة في الموبايل ده، بالرغم انها في موبايلات ارخص منها بكتير زي الانفينكس هوت 6 برو مستخدمة كاميرا خلفية مزدوجة. اول ما تفتح الموبايل لسه من الصندوق هتلاقي العزل مش موجود او البورتري مود مش موجود. هتعمل 2 ابديت للموبايل هتلاقي ان البورتري مود بقى موجود. الموبايل بعد ما جربنا العزل بتاعه للكاميرا الخلفية، يعني العزل مقبول، ولكن بصراحة تحسه مش عزل قوي، يعني هو بيخفف الخلفية وراك، والعزل بيشتغل او البورتري مود بيشتغل للاشخاص بس، اي اوبجكت مش هتقدر تعزله عن الخلفية. الموبايل المودز بتاعته فيه البيوتي مود، النورمال، البورتري، وفي مودز فيها بانوراما، نايت مود، وبروفيشنال مود اللي تقدر تتحكم فيه في كل خصائص الكاميرا. الكاميرا بتطلع صور حلوة جدا في الشمس، الإضاءة الداخلية العالية بتطلع برضو صور حلوة جدا. بمساعدة الفلاش في الإضاءة الضعيفة بتقدر تطلع صور مقبولة فيها نويز بسيط قوي، ولكن التفاصيل بتبقى واضحة، الألوان برضو بتبقى واضحة. الموبايل بيصور فيديو بجودة 1080p 30 فريم في الثانية. الجودة كويسة بس لازم تثبت ايدك قوي عشان مفيش مثبت إلكتروني. وبشكل عام اداء الكاميرات الاماميه والخلفيه ممتاز بالنسبه للفئه السعريه بتاعه الموبايل. يعني انا شايف ان الموبايل الكاميرا الاماميه بتاعته تتفوق تقريبا عن شاومي اس 2 في معظم الاوقات، بس الكاميرا الخلفيه بتتفوق على الشاومي اس 2 في الاضاءه الضعيفه، ولكن الشاومي اس 2 بتتفوق في تصوير الفيديو ان هو ثابت اكتر من الشاومي، وفي الاضاءه العاليه تقدر الكاميرا الخلفية بتاعت شاومي تعمل عزل افضل من العزل الموجود في موبايل انفينكس نوت 5. اما بالنسبة لواجهة التشغيل والمستشعرات بتاعت الموبايل، الموبايل بيجي باندرويد خام 1 نسخة اوريو 8.1. النسخة دي خفيفة جدا وسريعة بس من غير اي اضافات، يعني مش هتلاقي اي اوبشن موجود في الموبايل من الحاجات المشهورة بتاعت انفينكس، زي مثلا دبل تاب تو ويك اب اللي هي بتدوس مرتين على الشاشه عشان الموبايل يفتح. الموبايل بيشتغل على شريحتين، والشريحتين بيشتغلوا مع بعض على 4G، وكمان يقدر يشغل معاهم الكارت ميموري لغايه 128 جيجا. الموبايل بيدعم الجيروسكوب، وبالتالي هيقدر يشغل نظارات الواقع الافتراضي. بصمه الموبايل سريعه، جربناها باكتر من مره واكتر من صباع، مفيش اي مشكله خالص. اما بالنسبه لنقطه الامان الاضافيه الموجوده في الموبايل اللي هي اعلنوا عنها اللي هي الفيس انلوك، فهي لغايه دلوقتي مش موجوده في الموبايل، وتقريبا هي هتنزل في ابديت خاص فيها الفتره اللي جايه. الموبايل بيدعم الاو تي جي، بس للاسف ما فيهوش مستشعر اي ار زي الشاومي اس 2، يعني مش هتعرف تستخدمه كريموت للتحكم بالاجهزه الكهربائيه. وبالنسبه لبطاريه الموبايل، اقوى نقطه تقريبا في الموبايل ده، الموبايل بيجي ببطاريه 4500 ملي امبير، بطاريه كبيره وضخمة. انفينكس بتقول انها تقعد معاك لغاية 3 ايام شغل. احنا جربنا البطارية، جربنا نشغل فيديوهات على الواي فاي، والبطارية قعدت اكتر من 10 ساعات ونص على استخدام الواي فاي والفيديوهات، يعني تقريبا الموبايل ده باستخدام عادي هيقعد يومين او اكتر. البطارية بتتشحن عن طريق شاحن سريع 5 فولت 2 امبير، وتقريبا بتتشحن في ساعتين ونص. بالنسبه للتقييم النهائي بتاع الموبايل، موبايل انفينكس نوت 5 تقريبا من احسن الموبايلات اللي ممكن تشتريها ب 3000 جنيه في مصر. نقاط التفوق بتاعه الموبايل ده على الشاومي اس 2، البطاريه اكبر 4500 ملي امبير، بتدي تقريبا 4 او 5 ساعات اكتر سكرين اون من شاومي اس 2. تاني نقطه تفوق هي في الكاميرا الاماميه اللي تقريبا بتدي جوده افضل من شاومي اس 2 حتى في الاضاءه المنخفضه. واخر نقطة تفوق هي جودة الشاشة
اللي بتيجي فول اتش دي بلس في موبايل انفينكس نوت 5. تشتري انفينكس نوت 5 امتى؟ لو عايز موبايل ببطارية كبيرة، شاشة كبيرة، يقدر يشغل العاب تقيلة من غير مشاكل، ويكون الاداء بتاع الكاميرات بتاعته كويس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل كومنت وتقول لنا رأيك في الموبايل، وتعمل لايك وشير وسبسكرايب للتشانل، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من موبايزيل.